هل يجوز القصر بين مسافة مكة وجدة؟ لا، بين مكة وجدة ما في مسافة قصر، لأن بنيان جدة امتد وبنيان مكة امتد ولم يبقى بينهما 80 كيلو، فلا يقصر. نعم. لدي قطعة أرض زراعية توقفت عن زراعتها منذ 2 سنين، فهل عليها زكاة؟ الأرض إذا كانت معدة للزراعة ولم تزرعها فليس فيها زكاة، إنما تكون الزكاة فيها إذا زرعتها حصلت على غلة منها تزكيها، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما حصل زرع ما فيه زكاة، إلا إن كانت هذه الأرض معدة للبيع، عارضها أنت للبيع، إنها تكون سلعة تزكى زكاة العروض. نعم.